بالاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى ابد الدهور كلها امين. هنقرا مع بعض المزمور 100 من مزامير صلاه الساعه 9. بيقول: رحمه وحكما اسبحك يا رب، اترنم لك واتفهم في طريق بلا عيب متى تاتي الي. لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضت، لم يلصق بي قلب معوج. وعند ميلان الشرير عني لم أكن أعلم، والذي يبتغ قريبه سرا كنت أطارده. المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أؤكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي. المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض لأبيد من مدينة الرب جميع صانع الإثم. هللويا. مزمور حلو خالص زي ما احنا شايفينه مع بعض دلوقتي، كتبه داود النبي والملك، وده كتبه بعد قصة كده كان بينقله داود العهد على مركبة وتشدها كده يقول، وبعدين هما في الطريق فميلت، فجه واحد اسمه عزة وراح ساند المركبة عشان داود ما يقعش. وكان ربنا مدي بس الخدمة ديت إن حد يلمس التابوت أو يقرب من التابوت، مش أي إنسان. فهم تجرأوا وراحوا مقربين من التابوت فماتوا في الحال، مات في الحال. وقتها داود اتأثر قوي واتضايق في نفسه، إيه يعني ربنا كده انتقم بسرعة كده هو بالطريقة دي؟ وكان شوية يعني جواه في نوع من الصراع كإنسان، يعني زي ما ربنا كده بشدة كده يتعامل مع الموقف ده، لدرجة إنه ما حبش التابوت يجيله على طول. فالمهم التابوت راح 3 شهور في بيت واحد اسمه عبيد أدوم الجتي، ده نقرأ عنه في سفر صموئيل الثاني إصحاح 6. قعد 3 شهور، وبعد كده طبعا داود كان عايزه يبارك بقى المملكة ويبارك أورشليم، فاتنقل بعد كده لأورشليم. ففي الفترة دي بتاعت 3 شهور قعد داود يتأمل في الموقف اللي حصل، وراح مطلع الإيه؟ المزمور ده. فالمزمور ده فيه أشواق لداود النبي عن حياة الكمال، يعني عنده شوق كده وتمنيات حلوة لحياة الكمال اللي ربنا يحبها. واحنا في العهد الجديد بيقول لنا كونوا ايه؟ كاملين كبأن أباكم الذي في السماوات هو ايه؟ هو كامل. حياة الكمال اللي فيها نحب الفضيلة ونرفض الشر. والمزمور ده بيرمز لحياة أولاد الله بصفة عامة بقى في العهد الجديد اللي فيها بنسعى للايه؟ كمال حسب الوصيه اللي ربنا ادهناها. حتى في سر الاكليل بيتقرر بولس من رساله افسس اللي فيه بيشبه ربنا اتحاد العروس بالعريس، العريس بالعروس، اتحاد المسيح بالايه؟ بالكنيسه، وانه فدى الكنيسه وخلاها كنيسة بلا عيب وبلا إيه غضن، يعني فيها إيه؟ كمان. فاهمين إزاي يا أحبائي؟ فكأن ربنا عايز الكنيسة بتاعته والنفوس بتاعته كلها إيه؟ كمان. كاملة. كنيسة طاهرة وبلا غضن أو بلا عيب يعني. نبتدي كده مع بعض. يقول: لرحمتك، ده بيكلم ربنا، لرحمتك وعدلك أسبحك يا رب، يا رب أترنم لك. فهنا في صفتين اتكلم عنهم داود، صفة ايه؟ الرحمة والعدل. الرحمة والعدل. حتى احنا حافظين الآية دي، الرحمة والعدل
زي ايه؟ تلاقيا انت في التجسد الالهي. ربنا ليه صفات وهذه الصفات لا تتعارض مع بعضها، يعني مش تيجي صفه تقول لا بلاش الصفه دي مش عايزينها، لا. واي حتى انسان مننا لو تعرضت فيه الصفات جواه يحصل له ايه؟ انقسام. فكم وكم بقى الله؟ فالله صفاته كلها ايه؟ كامله ومتوافقه مع بعض. بمعنى ايه؟ يعني ربنا في حبه ورحمته عادل، وفي عدله ايه؟ رحيم. شوف ازاي؟ فالرحمه والعدل فيهم كمال وفيهم توافق. عشان كده قاعد يتامل بقى داود النبي في الرحمه والعدل، يقول له رحمتك وعدلك اسبحك يا رب. شوف يا احباء، لما نيجي كده نصلي ونسبح، تقول ونصلي نقول ايه؟ نسبح نقول ايه؟ نقعد نتغنى في صفات الله. ايه رايكم في الحكايه دي؟ واحد يقول له يا رب انا فرحان قوي برحمتك الواسعه دي، انت رب رحيم جدا جدا، رحمتك اكثر من رمل الايه؟ البحر. مش عارف كده بنقعد نتامل في مراحمك يا الهي، دي حاجه طويله قوي قوي، اكثر من رمل البحار، اكثر من ايه؟ اكثر من ايه؟ اكثر من نقعد نعدد تاملات. فالواحد يقعد في الصلاه كده وفي التسبيح يتامل في صفات الله اللي منها ايه؟ الرحمه. طب والعدل؟ هل العدل انا اسبح ربنا عليه؟ ممكن واحد يفهم العدل ايه؟ ده العدل ده اللي فيه ربنا بيحاسب وينتقم ويدين، مش كده؟ فناخد احنا امبريشن ايه؟ نيجاتيف شويه، سلبي كده، مش حلو. لا، ده العدل جدا حلو جدا ومفيد ومفرح لاولاد الله. ليه؟ انت دلوقتي كانسان روحي وانت كانسانه روحيه بتعملوا ايه في حياتكم الروحيه؟ بنجاهد ونتعب، مش كده؟ ونقع وبعدين نروح نقوم ونتوب ونرفض الخطيه ونجاهد ضدها، مش كده؟ ونتعب في حياتنا الروحيه، الحكايه مش سهله. طب ما نتعب في حياتنا الروحيه ونجاهد، بننتظر في ربنا اللي عنده عدل يعمل ايه؟ يدينا مكافئنا، يدي كل انسان حسب ايه؟ طب عشان كده في السماء حتى يقول نجما يمتاز عن نجم في المجد، جاهدت انت اكتر الاكليل بتاعك ايه؟ يبقى الشهداء ليهم مكانه كبيره جدا في السماء. ليه؟ لان قدموا حياتهم كلها للمسيح. اعلى من القديسين؟ اعلى من القديسين، لان لهم كان هم اكتر جهاتهم كان ايه؟ اكتر تعبهم كان اكتر، احتمالهم كان ايه؟ اكتر، وهكذا. اذا انا اما اسبح ربنا اسبحه على رحمته، رحمته اللي بتطول بالها معايا واللي بتحتملني واللي بقع كذا مره في الخطيه وضعف، واقول له يا رب سامحني، يقول لها سامحك. اسامحك بتاع ايه؟ لان انا رحيم. هو ربنا لما بيسامحنا لاننا نستحق ان هو يسامحنا؟ لانه رحيم. لانه رحيم. كله رحمه. طب ولما يجي يعمل عدل؟ عدل لانه بيحبنا ايضا فيكافئنا حسب ايه؟ عملنا. طب الاشرار اللي رفضوه العدل يقتضي ايه؟ مجازاتهم. ثمرة الخطية أو أجرة الخطية إيه؟ موت. حاجة طبيعية. إذا أنا أسبح ربنا على الصفتين دول، الرحمة والإيه؟ والعدل. والعدل. أسبحك يا رب، أترنم لك. يعني داوود النبي محتار يعمل، يقول إيه؟ أسبح، أرنم، أهلل. أقعد يا رب كده أشكرك. أقعد كده أتغنى في صفاتك الحلوة. أنا مش عارف أعمل إيه ولا إيه ولا إيه. ده كان يقعد يقف مدة قدام ربنا داوود، ده يقعد مدة قدام ربنا، مش يجي زينا كده نخلص كده أول ما أعمل، لا. في رحمة ربنا افتكرت مزمور حلو قوي في سراد باكر، اللي هو أوله يا الله إلهي إليك إيه؟ أبكر. بعد بقى شوية كده قرب الآخر، يعني اللي عبارة بتقول لأن رحمتك أفضل من الحياة. جميلة أول عبارة دي، ليه؟ تخيلوا احنا بنقول لربنا رحمتك يا رب افضل من اننا نعيش على الارض دي. يعني في واحد يبقى يتمنى ان هو يعيش عمر ايه؟ اطول. يقول لك دي راح تعيش كتير على الارض. طيب وبعدين مصيرك في السماء مش مهم. طب يتغفر ليك خطاياك اللي انت عملتها والتوب مش مهم.
لا، الإنسان الروحي يقول له إيه؟ رحمتك أفضل من الحياة، لأن أنا عندي يا رب ترحمني وتغفر لي خطاياي وتجعلني نصيب في السماء وتاخدني. تاخدين بالكم؟ مش مهم أقعد بقى على الأرض، بس يبقى أنت إيه؟ راضي عني وقبلتني. رحمتك أفضل من إيه؟ من الحياة. فرحمة ربنا تعطينا فرصة للتوبة، والحكم أو العدل هو في يوم الدينونة بقى الرهيب، حيث يجازي الله كل إنسان حسب إيه؟ عمله. العبارة اللي بعد كده يقول: وأتفهم في طريق بلا عيب. أتفهم يعني إيه؟ لما واحد يتعقل كده ويتأمل في كل ما يعمله أو يفكر فيه أو يسلك فيه. داود النبي عايز يقول كده، احنا ساعات نعمل حاجات ونفكر في حاجات من غير ما ايه؟ نفكر، ما نتفهمها او نتعقلها. يا ترى ده صح؟ يا ترى ده غلط؟ يا ترى ده يرضي ربنا ولا ما يرضيهوش؟ يا ترى ده ماشي مع الوصيه ولا مش ماشي؟ لا، ده هنا بيقول لنا بقى ايه؟ اتفهم في طريق بلا عيب. طريق بلا عيب بقى طريق حلو، يعني حاجه بوزيتيف، حاجه حلوه. انا يا رب بتمعن في الطريق الحلو اللي يرضيك، اللي يبقى حسب الوصية اللي انت تبقى راضي عني ايه فيه. اتفهم فيه، يعني اقعد افكر فيه كتير، اتمناه، اتأمل فيه كتير. خدين بالكم يا احبائي، يعني واحد بيشتهي او بيشتاق لانه يمشي في طريق بلا عيب يرضي ربنا، يبقى طريقه في السقف في حياته على الارض. يعني اتفهم في طريق بلا ايه؟ بلا عيب. وبلا عيب دي ماشية مع الكمال، لأن زي ما اتفقنا المزمور ده هدفه والغرض منه إيه؟ حياة الكمال. لما نقول بلا عيب يعني عايزها إيه؟ ماشية في الكمال. وبعدين يقول إيه؟ متى تأتي إلي؟ ده بيقول لمين؟ بيقول لربنا. إيه رأيكم في العبارة الحلوة دي؟ إمتى يا رب تيجي؟ تيجي تعمل إيه؟ على طول كده؟ يبقى لو كان واحد مستعد بقى انت تيجي يا رب خدها في اخر الطريق، يعني بيقولها بطريقه بوزيتيف بقى، مش طريقه اللي هو بيقول انا عايز اموت فانتهي. لا، لكن متى تاتي الي وترشدني وتنجدني وتنور بصيرتي وتفرح قلبي وتمداني سلام وتغفر لي خطاياي وتنور كده الطريق قدامي وتعرفني طريقك يا رب؟ ها؟ حاجات كتير بقى. متى تأتي إليه؟ ساعات الواحد يطلب من ربنا حاجة بس لسه إيه؟ ما استجابش. فيبقى وأنت بتصلي تقول له إيه؟ متى تأتي إليه؟ تأتي بإيه؟ بالإجابة، تأتي بالاستجابة، تأتي بإيه؟ باللي أنا أطلبه. تفرحني يا رب، تجيب لي كده نتيجة كده حلوة حسب مشيئتك. متى تأتي إيه؟ إليه. وايضا في تفسير الاباء القديسين بيقول متى تاتي الي، دي بروح النبوه داود بيقولها عن التجسد. امتى هتيجي بقى يا رب تنزل من السماء وتصير انسان وتشابهنا في كل شيء ما خلى ايه؟ خطيه وحدها، وتدينا وترسم لنا طريق الكمال في نفسك. لما انت تعيش على الارض كده وتسلك وعايش في حياه الكمال، فبتبقى قدامنا ايه؟ نموذج. فاهمين ازاي يا احبائي؟ متى تاتي الي؟ كيف أسلك؟ كنت أسلك بداعة قلبي في وسط بيتي. هنا ممكن واحد يقرأ العبارة دي يقول إيه ده؟ هو داود بيفتخر، عنده كبرياء، يعني بيقول لربنا كنت أسلك بداعة قلبي في وسط بيتي. لا، مش عنده كبرياء يا أحبائي ولا افتخار، إنما بيتكلم مع ربنا بنقاوة قلب وبساطة، مكشوف كده، بيكشف نفسه قدام ربنا. يعني كأنه عايز يقول له إيه؟ أنت عارف يا رب أنا في بيتي بسلك بأي سلوك؟ سلوك إيه يا داود؟ مش أنت عارف يا رب إن أنا وديع كده في تعاملاتي مع الآخرين؟ رغم إن داود على فكرة في مواقف كانت فيها إيه؟ كان قاسي شديد، لكن كان يتوب على طول. ميزة داود النبي إنه في كل مرة كان يخطئ يتوب على طول بسرعة. دي حلوة. والتوبة تعمل إيه؟ تمسح كل حاجة فاتت، خلاص انتهى. فإيه اللي يغلب بقى في صفاته؟ لا، الوداعة والحب والتوبة والحاجات الحلوة. كنت أسلك بداعة قلبي في وسط بيتي، وكأنه عايز يقول إيه؟
حياة الكمال دي مش حاجة بس جوايا في قلبي، البيتي ده هو القلب، لا ده كمان في بيتي اللي هو أسرتي، ده كمان في بيتي الكبير اللي هو إيه؟ الكنيسة، البيت أكبر وأكبر بيضم الشعب كله، المملكة اللي هو كان ملك عليه، وهكذا. فالواحد لما يجي يصلي المزمور ده مش بيصليه بانفرادية كده عن نفسه وخلاص، لا. يعني أنت وأنت واقف تصلي، هل بتسلك بداعة قلبك في وسط بيتك؟ بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، ولا في قساوة؟ كنت أسلك بداعة قلبي في وسط إيه؟ بيتي. ماشية مع حياة الكمال أهي. العبارة اللي بعد كده يقول إيه؟ لم أضع أمام عيني أمراً يخالف الناموس. ده بيعترف قدام ربنا بصدق وأمان. قول له يا رب أنت عارف إن أنا ما حطيتش قدام عيني أبداً حاجة تخالف الناموس، تخالف وصيتي. مش أنت عارف كده يا رب؟ يقول له آه أنا عارف. لم أضع أمام عيني أمراً يخالف الناموس. طب لو إحنا بقى يا أحبائي عايزين نعيش في الكمال نعمل إيه؟ نحط الوصية قدامنا. إيه اللي وصلنا للكمال؟ الوصية. الواحد يحط الوصية قدامه وما يعملش حاجة تخالف الوصية أبداً. ربنا بيقول إيه؟ أعمل زي ما ربنا بيقول. طب أنا أخطأت في حاجة وغلطت، أبص الوصية بسرعة. تقول لي لا، أنت كده غلطت. أقوم أصلح نفسي وإيه؟ وبتوب. يبقى إذن الوصية هي المقياس اللي قدامي اللي بتقودني. لم أضع أمام عيني أمراً يخالف الناموس. طب الناس اللي بتخالف الناموس بقى بتعمل معاها ايه يا داود؟ قال صانع المعصية أبغض. يعني الناس اللي بتعمل معصية أو بتخالف ربنا أو بتكسر الوصية، أنا شعوري بالنسبة لهم ايه؟ أبغضت الفعل ده. يعني تكرههم يعني؟ لا مش بكرههم، أنا بكره الايه؟ الفعل ده، الخطية ده. عشان كده يا أحبائي احنا أحيانا نقع في غلطة. ايه هي الغلطة؟ يقول لك اصل مش عايز فلان يزعل مني، مش عايزه فلانه تزعل مني، دي قريبتي، دي معايا في الاسره، دي جارتي، دي معايا في الكنيسه. لا، طب هي عملت حاجه غلط وما انت تقولي هجاملها؟ لا، يبقى انت بتعملي كده على حساب مين؟ ربنا. حساب ربنا. لكن تقولي لها بوداعه، بوداعه وحب، لا، التصرف ده كان غلط. بوداعه وايه؟ وحب. لأن ممكن الإنسان ما يبقاش عنده حكمة ويروح جاي طاصص في اللي قدامه وملخبط، يبقى ما عملش حاجة حلوة بقى كده. كده أحسن بيسكت. إنما هنا لما بيتكلم يبقى في حكمة وفي وداعة وفي حب. أنا فعلا بحب اللي قدامي وعايزه ما يوقعش في الخطية دي تاني. وبيني وبينه، بيني وبينه عايز أبنيه. واخدين بالكم يا أحبائي؟ صانع المعصية أبغضت، أنا مش حابب كده. حد بيتكلم في الكنيسة مثلا ويتحرك كده حركة مش كويسة وعامل نويز في الكنيسة، ما عندوش احترام لبيت ربنا. أما أنا أقولها جملة؟ لا، أقول له بفضلك لبيت ربنا. من فضلك لإيه؟ بيت ربنا. أرجو إن أنت ما تنساش الحكاية دي. وكله قلبي في حب، لأن أنا مش بعمل حاجة لمصلحة شخصية، مش لغرض شخصي، ولكن من أجل ربنا ومن أجل الخطير. لم أضع أمام عيني أمراً يخالف الناموس، صانع المعصية أبغضت. وبعدين يكمل يقول لي بقى، لم يلصق بي قلب معوج. يعني إيه؟ يعني واحد عنده قلب معوج، عنده التواء، عنده مكر، عنده دهاء، مش استريت كده. ما بخلوش يبقى صديقي. ما بخلوش يبقى ايه؟ صديق. مش نقول برضه ما يزعلش ويصادقنا ويدخل فوقي ونمشي مع بعض ورايحين مشاوير مع بعض ويجي لنا في البيت ويسهر بالليل وده. لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده. طوبى للرجل ها؟ الذي لم يسمك في مشورة الأشرار وفي طريق الفطار لم يقف وفي مجلس المستهزئين ايه؟ والمعاشرات الرضية تفسد الأخلاق. دي وصية في الإنجيل. لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلان الشرير عني لم أكن أعلم. شوفوا هنا في الإنجليزي يقولها إيه؟ عندما يلان الشرير عني
he who secretly speaks against his neighbor, اللي هو قلب معوج يعني, him I have driven from me. يعني ايه؟ بعته عني. بعته عني. ما صدقوش, ما خلوهوش يقرب مني. With him I have not eaten. أنا بيقول لم أؤيه أؤكله. لم أؤكله. ده في ترجمة أخرى. لم أعلم دي جاية في ترجمة تانية لم أؤكله يعني إيه؟ يعني ما نقعدش مع بعض. أو دلوقتي الواحد لما يقعد ياكل مع حد معناته بقى اللي بياكل مع ده إيه؟ صحابية. صداقة في صحوبية مش كده؟ بنقضي وقت مع بعض. لا أنا مش هقضي الوقت ده ونقعد ناكل مع بعض ونشرب حاجات مع بعض ونتفسح مع بعض. الكلام اللي بيحصل ده الا اذا كان نفس الهدف الروحي ونفس الاتجاه اللي يرضي ربنا وبيمشي حسب الايه؟ الوصيه. لكن بخلاف كده لا انا مش همشي في السكه دي. واخدين بالكم يا احبائي؟ فهنا عندما يلان الشرير عني لم اكن ايه؟ اعلم او لم بعديها بقى يقول والذي يغتاب قريب سرا كنت اطارده. خطيه الاغتياب دي يعني ايه اغتياب؟ يعني واحد يجيب سيرة حد بالرضي في عدم ايه؟ وجوده. خطية كبيرة, ربنا ينجينا منها. الذي يغتاب قريبه سرا يعني من غير ما يكون موجود كنت اطارده. يعني ايه؟ قال له لا من فضلك انا ما بحبش الحكاية دي. انا ما بحبش الحكاية دي. انت بتجيب سيرة فلان وعمال لا لا من فضلك ما تتكلمش. كنت اطارده. يعني ايه؟ يقول له لا مش عايز انا السكه دي. المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم اؤكله. يعني الناس المتكبرين والمتعجرفين واللي عندهم غرور وكذا وبتاع وبيقعوا في الخطايا دي ما بقعدش اكل معاهم لان هتغدي منهم. واحد عمال يتعظم كده دايما يفتخر بنفسه ودايما يتكلم عن حياته وانه كذا وانه كذا وعيلته مش عارف ايه وكذا وكذا. طب لما نقعد احنا معاه مرة واثنين وثلاثة وأربعة بعدين نعمل إيه؟ النفخ زي النفخ الجاور جاور الحداد يكوب ناره مش مثلا يكوب ناره على طول. فما حدش يقول لا أنا هاخد بالي أنا هحافظ على نفسي. لا يا حبيبي أنا غيرك أشطر. أسلم طريق وأسهل طريق الواحد إيه؟ يبعد دعوه. هو اختار السكه دي انا ماليش دعوه بيها. اقول له ان ده غلط ما سمعش خلاص يبقى انت في حته وانا في ايه؟ انا في حته. الذي يختار قريب سرا كنت ايه؟ اطارده. وبعدين كل اللي فات ده حاجات سلبيه يعني ما بعملش كذا وما بعملش كذا وما بصدقش الناس الوحشين والمتكبرين واللي بيختار قريبه واللي كذا وبتاع. طيب بس مالكش حاجات حلوة كده بقى ماشي فيها سكة حلوة كده؟ قال لا فيه. ودي طريقة داود على فكرة أن اللي بيصلي ده بالروح القدس فدي إرشاد الروح القدس. دي صلاة حلوة كاملة يعني. فيقول إيه بقى بعد كده؟ عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معه. يعني عينيه عمالة تدور على مين؟ على الناس الأمناء الحلوين بنت ربنا. ها؟ دي عشان إيه؟ عشان يصدقهم ويعاشرهم. عايز حياتك الروحيه تامه عاشر الناس الحلوين. واحد عايز يتعلم يسبح ربنا تعالى احضر يوم السبت مع المسبحين. ناس حلوين كده مجموعه كده جروب حلو عمال يسبح اقف وسطهم هتتعادى منهم. عايز تحب ربنا شوف ناس بتحب ربنا من قلبها. واقعد كده قرب منهم واتكلم معاهم. واحد بيحب الانجيل سمعت عنه كده تقعد معاه تزوره هتتعدى هتلاقي نفسك كده بتحب الانجيل زيه. واحد دايما ما بيجيبش سيره الناس عاشره هتتعلم منه ايه؟ الفضيله الحلوه دي وهكذا. يبقى هنا يقول ايه؟ عيناي على جميع امناء الارض كي اجلسهم معا. اقول لهم ايه؟ تعالوا اقعدوا معايا انا عايزكم انتوا اصدقائي انتوا الاسره بتاعتي انا بحبكم قوي لان انا عايز انتوا تشجعوني على السماء وانا اشجعكم على ايه؟ على السماء. ده الهدف بتاعنا. الصداقه المسيحيه الحقيقيه ان الواحد يشوف اللي هيقربه من ربنا اكتر ويشجعه على طريق ايه؟ السماء.
بعد كده يقول لي سالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني، يعني يقرب الناس منه اللي ممكن يساعدوه او يسهلوا له حاجه من الناس اللي هم ايه ماشيين في طريق بلا عيب، يعني بينفذوا الوصيه وبيرضوا ربنا في حاله يقربوا منه. لكن يقرب مني واحد انسان لا يخاف الله ودايما يعمل حاجات تكسر الوصيه واقول ما يبقاش حاجه، لا لا حاجه. فدي النقط الايجابيه بقى. وعشان كده افتكرت المزمور الاولاني برضه بتاع طوبى للرجل الذي لم يسلك كل بدا بحاجات سلبيه كلها، لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق المختار وفي مجلس المستهزئين بس لكن حاجه ايجابيه بقى في ناموس الرب يلهب نهارا وليلا. شايفين بقى حاجه ايجابيه يعني مش ولذلك المسيحيه تتميز بايه يا حبايبي؟ المسيحيه تتميز بانها مش بتقول لنا امتنعوا عن كذا وتسيبنا، لا امتنعوا عن الخطيه والشر واسلكوا في البر. انتوا واخدين بالكم؟ البالانس ده مهم قوي. ها؟ يعني جايز اعتقادات اخرى بره لك ما تعملش كذا ما تعملش كذا، طب اعمل ايه؟ ما يعرفش يوصلني لاعمل ايه؟ فاهمين يا احبائي؟ لكن المسيحيه فيها كده. المتكبر لم يسكن في وسط ايه؟ بيتي. المتكلم بالظلم لم يستقم امام عيني. تاني رجع لايه؟ الحالات اللي هي النيجاتيف ما بيخليهاش ايه؟ تقرب منه. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي ها؟ والمتكلم بالظلم اللي يظلم الناس لم يستقم امام عيني. يعني ايه؟ يعني في فرق يا احبائي بين الواحد يشوف حاجه فيها ظلم وعينيه كده عاديه خالص، وواحد كده يشوف حاجه ظلم يبص كده بعينيه يخلي اللي قدامه ايه؟ يدوب. فاهمين يا احبائي؟ يعني مثلا اب في البيت وشاف ابنه عمل حاجه ما فيهاش امانه، حاجة غلط خالص، يبقى عادي جدا يروح يطبطب عليه، طب ويطلع الابن ده ايه؟ لكن اب تاني يبص له بص كده لم تستقم امام ايه؟ عينيه، فيشوف في عينيه ان هو ايه؟ مش قابل الكلام ده، ما تعملوش تاني، لان ده بيخالف ربنا. فهنا شوف التعبير يا احبائي، المتكلم بالظلم لم يستقم امام ايه؟ عينيه. اخر عباره يقول في اوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض. الغدوات دي في الغداء أقف أمامك وتراني، دي اللي هي باكر يعني الصبح في بداية اليوم يعني. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض. يعني إيه أقتل جميع خطاة الأرض؟ يعني فايت كده على الناس عمال يقتل فيها؟ ها؟ هو طبعا كملك، كملك لو بصينا لها كملك كان يملك من بحكم المسؤولية بتاعته والرئاسة بتاعته انه المخطئ يتحكم عليه مثلا بالاعدام بالقتل الى اخره. دي موضوع تاني، قضيه تانيه. لكن على المستوى الروحي كل انسان بقى، داود النبي كانسان روحي وانا كانسان روحي، ايه معنى اقتل جميع خطاة الارض؟ يعني ايه؟ ابعد عن ها؟ ابعد عن ايه تاني؟ اشيل الخطيه وارفض اللي بيعملوه مش كده؟ وحارب اللي بيعملوه وواجه اللي بيعملوه واكشف اللي بيعملوه. ليه؟ علشان الخطيه تهرب، الخطيه تندثر، الخطيه تتلاشى. هنا بقى في الحاله دي بقتل الخطيه بقى، بقتلها يعني ايه؟ ببيدها اباده دي. كنت اقتل جميع خطاة الارض لابيد، اهي جت الاباده اهي، لأبيد من مدينة الرب جميع صانع الإثم. يبقى الإنسان الروحي المسيحي بيساعد مش بس على إنه يتمتع بخلاص نفسه، لا خلاص نفوس اللي حواليه، وبالتالي الخطية والخطاة يندثروا يقلوا. فاهمين؟ واخدين بالكم يا أحبة من الحكاية دي؟ يعني يبقى عينيه كده على الآخرين من محبته، بيهتم بيهم بالنصيحة بالإرشاد بالصلاة لأجلهم بالتوعية بالتوبيخ بالتأديب إذا كان وضعه يأهله كده يأدب، كان أب إذا كان مسؤول إذا كان كده.
إذا الطريقة دي تخلي الخطية إيه؟ تندثر والخطاه يقلوا. لما واحد مثلا يجي في شغل من مصلحة من مصالح وبعدين عمالين يرتشوا وعمالين يعملوا حاجات مش بأمانة وبيسرقوا وبتاع وكذا وحاجات كده، وبعدين يقول لك إيه؟ ماليش دعوة ماليش دعوة. أنتوا فاكرين الفيلم بتاع وأنا فلتاوس قبل ما يترهم؟ ها؟ تذكرته؟ هو لسه علماني وشاف اللي جنب منه ايه؟ الموظف اللي جنب منه بيرتش، قال له لا ما تعملش ده وزعق فيه. قال لا هو ايه الناس ولاد ربنا يعملوا كده؟ ايوه ايوه يعملوا كده. ما هو يعني لو احنا سكتنا يا احبائي يبقى اذا بنوافق ضمنا على ايه؟ على انتشار الخطيه. نوافق ضمنا على انتشار الخطيه، هنا يحاسبنا ربنا. أنا يقول لعبيد من مدينة الرب جميع صانعي إيه؟ الجسد. إذن وأنا بسعى في الكمال الروحي ليس كمالا روحيا من أجل نفسي فقط، ولكن إن استطعت أشجع الآخرين أيضا علي. نكتفي كده نقراها مرة. رحمة وحبا أسبحك يا رب، أترنم لك وأتفهم في طريق بلاعي، متى تأتي إليك؟ لقد كنت أسلك بداعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا بفلك الناموس، صانع المعصية أغلط، لم ينصف لي قلب معوج، وعند ميلان الشرير عني لم أكن أعلم، والذي يختار طريقه سرا كنت أطالبه، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أؤكله، عيناي على جميع مناء الأرض لكي يبصوا معي، السالف الطريق بالعيب هذا كان يخدمني، المتكبر لم يسكن في وسط بيتي. المتكلم بالزور لم يستقر أمام عيني. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع قضاة الأرض لأبيد من مدينة الرب جميع صانع الإثم، قال لي بيها للهن المجد الدائم الأبد.